انت شايف السوبر الافريقي دلوقتي، انا شايفه دعوات على السوشيال ميديا سواء اهلي او زمالك بقى، كله بيقول لك بص لو انت بتحب تتفرج في البيت خليك في البيت، لو انت بتتفرج مع حد معين يعني كل واحد بيقول لك الحاجه اللي انت بتعملها عشان فريقك يكسب اعملها بقى، عشان احنا بنتشائم ويعني التفاوت وتشاؤم. يعني بص، هو التفاوت والتشاؤم طبعا اكيد امر مرتبط باي مباراه مهمه ما بين في مباراه ديربي او مباراه كلاسيكو، بيبقى الجمهورين يعني منفعلين جدا، فكل واحد بيحاول قد ما كان. الفكره المره دي لما باجي بشوف استشف الامور على السوشيال ميديا، هتلاقي الماتش ده يعني في كده كام حاجه غريبه. زي مثلا بعض من جماهير النادي الاهلي عندها افراط، بعض مش كل عندهم افراط في الثقه، البعض الاخر بقى متشائم من افراط الجهه الاخرى في الثقه، فاهم قصدي؟ يعني داخل احنا دخلنا داخل البيت الواحد، يعني في مجموعه شايفه ان الموضوع وبتعمل كوميكس وبتاع، وفي مجموعه بتقول لهم لا يا جماعه اسكتوا عشان احنا مش ما بنحبش كده. بلاش الثقه الزياده. لو رحت نادي الزمالك هتلاقي الاغلبيه متشائمه بسبب الوضع اللي فيه، شايفين طبعا على الورق الدنيا ماشيه الوضع اللي فيه الفريق.